بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في هذه المحاضرة عن القوانين المندلية، عن تجارب مندل، قانون مندل الأول بالذات، قانون الانعزال، وعلى المستوى الجزيئي. الأسس الجزيئية لقانون الانعزال يمكن أن نوضحها. يعني مندل تحدث حول الأساس المظهري، مندل تعامل مع الصفات ومظهر الصفة اللي كان يتعامل معها مع الأفراد من حيث اللون، الشكل، الحجم، وتناول من خلال دراسته 7 صفات مظهرية تضمنت شكل البذور ولون البذور ولون الأزهار، موقع الأزهار، شكل القرنات ولونها، وغيرها من الصفات المظهرية. إلا أن صفة شكل البذور أخذت حيز واسع في المصادر الوراثية، فرح نتحدث عليها عند المستوى الجزيئي. يعني حاليا التطور اللي صار في علم الوراثة على المستوى الجزيئي خلانا أنه نبحث في الأدلة اللي ممكن أن تدعم قوانين مندل وتفسرها من حيث على المستوى الجزيئي. صفة البذور الممتلئة والبذور المجعدة اللي نشوفها أمامنا، هذه البذور الممتلئة وهذه البذور المجعدة، طبعاً الرموز اللي ممكن أنه تكتب راح نشوفها من مصدر إلى مصدر آخر يعني مختلفة. في بحوث مندل أخذ الصفة المتناحية اللي هي الرينكل، وهذه الصفة اللي نشوفها هذه المجعدة وهذه الممتلئة، فانطاها الحرف W لأنه رينكلد هي الأليل الطافر، وبالتالي أخذ هو الحرف الأول من التسمية رينكلد، وانطاها سمول لتر باعتبارها هي المتناحية، والكابيتال هي البذور الممتلئة. مثل ما نعرف يعني تشغل هذه الصفة موقع متماثل على الكروموسومات المتماثلة، نفس الموقع نفس اللوكاس تكون موجودة بها. أصل هذه الصفة البذور الملساء اللي تكون ممتلئة هي عندما تترك هذه البذور وتبدأ بتفقد الرطوبة مالتها، البذور الممتلئة تنكمش بصورة منتظمة، أما البذور غير المنتظمة فالانكماش مالتها يكون بشكل غير منتظم، وبالتالي تظهر بهذه الصورة. هذه الحالة بالنسبة للبذور المجعدة تنشأ نتيجة غياب السلسلة المتفرعة للنشاء، وهذه السلسلة المتفرعة بالحقيقة هي ناتجة عن غياب إنزيم اللي خاص بتفرع النشاء، وهذا الإنزيم طبعاً يسيطر عليه جين، والجين اللي شفر هذا الإنزيم ده نرمز له بالرمز يعني W و W small. فالطراز البري هو الممتلئ، والطافر هو راح يكون يعني المجعد اللي هو W small. أما إذا نريد نتكلم على الهوموزايغوس و فيما إذا كان متماثل سائد أو متماثل متنحي، البذور طبعاً راح تكون في حالة الممتلئة ممكن أن تكون بصيغتين، أما تكون متماثل سائد أو تكون خليطة، وفي حالة المجعدة راح تكون لازم متماثلة متنحية W small W small. وهنا من الناحية الوظيفية عندما نتكلم عن الإنزيم، الإنزيم يكفي بكمية قليلة لإظهار الصفة، وبالتالي نشوفه هو في حالة المتماثل
السائد ينتج كمية ضعف الكمية في حالة الخليط، ولكن هذه الكمية الصغيرة من الإنزيم هي كافية لإظهار البذور، صفة البذور الممتلئة، بحيث نقدر نميزها عن صفة البذور المجعدة. أما في حالة البذور المجعدة فلا ينتج الإنزيم نهائيا، وبالتالي تظهر بالمظهر المجعد. الأساس الجزيئي لماذا نشأ هذا الإنزيم هي الحقيقة، يعني هو أكو إنزيم بري، وهذا الإنزيم البري اللي هو بالأساس كان موجود حدث بانغراس لتتابع من الـ DNA اللي هي ناتجة عن الجزيئات المتنقلة من الـ DNA transposable elements، ونشوف في هذه الحالة هذا الطراز البري انغرس بتتابع، وهذا التتابع كبر جين، خلى الجين يصير كبير، وبالتالي صار عندنا صورتين لنفس الجين نطلق عليها الأليلات. هذا الأليل اللي هو يمثل لنا الـ W capital، وهذا الأليل يمثل لنا الـ W small. عندما يجري استخلاص الـ DNA ومن ثم اكثار الموقع الجيني هذا باستخدام الـ PCR، ومن ثم بعد ذلك نقوم بترحيله على الهلام الأجاروز، تظهر لدينا هذه الحزمة. فممكن أن نلاحظ هذه الحزمة قطعت مسافة طويلة، ليش؟ لأنه الجين هنا راح يكون حجمه صغير، وبالتالي يمشي بسرعة لأنه حجم الجزيئات تكون صغيرة وحجم القطع تكون صغيرة، وبالتالي راح يمشي إلى مسافة كبيرة. بينما في حالة الأليل الآخر اللي هو الأليل المتنحي اللي راح ينطينا الشكل البذور المجعدة، حدث بيه انغراس، وبالتالي صارت القطعة كبيرة، القطعة الخاصة بالجين راح تكون كبيرة الحجم، وبالتالي حركتها بالهلام راح تكون بطيئة، فنشوفها قطعة مسافة قليلة. المتماثلين سمك الباند الحزمة نلاحظها في حالة W capital W capital و W small W small، سمك الحزمة راح تكون كبيرة، دلالة على كمية الـ DNA لأنه أليلين وكلهم راح يكونوا بنفس الموقع، فبالتالي يكون السمك كبير لهذه الحزمة. بينما في حالة الخليط نشوف عندنا حزمتين، وهذه الحزمة شوف بنفس المستوى للحزمة W small، دلالة على أنه هاي القطعة الكبيرة موجودة، وأيضا عندنا حزمة بنفس المستوى للـ W capital، دلالة على أن القطعة اللي خاصة بالـ W capital موجودة أيضا هنا، فصار عندنا قطعتين، فهو خليط W capital W small. طبعا هذا الترحيل يكون من بعد ما نقطع الجينيوم اللي خاص بالبذور اللي هو خاص بالنبات، نبات البازاليا، ونفصل الجين اللي خاص بشكل البذور وباستخدام الانزيم ايكو ار 1، ونرحله من بعد ما نضاعف هذه القطعة مال الجين باستخدام الـ PCR، ونرحلها على الهلام فنحصل على هذا الشكل اللي موجود أمامنا. إذا عرفنا على المستوى الجزيئي كيف نميز ما بين الحزم بحيث التركيب الوراثي عندما يكون متماثل سائد، عندما يكون متماثل متنحي، وعندما يكون بالتركيب الخليط، وعرفنا السبب لماذا الحزم راح تكون مختلفة بحيث هاي قطعة مسافة قليلة، والحزمة الأخرى المتماثلة أيضا قطعة مسافة أطول نتيجة الاختلاف في حجم قطع الـ DNA. الآن نريد نتكلم
حول قانون الانعزال على المستوى الجزيئي. مندل أخذ خطوط نقية، الخط الأول كانت الصفة فيها لبذور ممتلئة، وخط آخر كان لبذور مجعدة. عندما نأخذ البذور اللي تكون نقية W capital W capital تنطينا حزمة واحدة فقط ونشوفها قاطعة مسافة طويلة على الهلام. أما عندما نأخذ خط متماثل متنحي ونستخلص الـ DNA ونرحل على الهلام نشوف تنطينا حزمة واحدة فقط، وهذه الحزمة قطعة مسافة قصيرة على الهلام لأنه حجم القطعة مالت الـ DNA كبير، وبالتالي لا تستطيع إلا أن ترحل لمسافة قليلة. عند تضريب النباتين للصفتين المتفارقة نحصل بالجيل الأول على نبات ينطينا فقط صفة البذور الممتلئة، تختفي الصفة الأولى اللي هي البذور المجعدة، فقط ينطينا صفة واحدة البذور الممتلئة. وعندما نستخلص الـ DNA ونكثر موقع الجين ونرحل على الهلام نشوف ينطونا هذا الترحيل بحزمتين، حزمة تقطع مسافة مماثلة للـ W small وحزمة أخرى مماثلة للـ W capital. في هذه الحالة أي أن جميع الأفراد اللي موجودين بالجيل الأول راح يكونون بالتركيب الوراثي الخليط. عندما نترك الجيل الأول للتلقيح الذاتي لإنتاج الجيل الثاني نلاحظ راح تظهر لدينا ثلاثة أشكال أو أنماط من الحزم. النمط الأول اللي نلاحظه راح يقطع مسافة طويلة دلالة على أنه متماثل سائد، وهذا النمط راح نشوف الحزمة تكون كبيرة. ولدينا أيضا نمط آخر اللي راح يمثل لنا البذور المجعدة W small W small واللي راح ينطينا حزمة أيضا كبيرة وتقطع مسافة صغيرة دلالة على أنها متماثلة للتركيب الوراثي W small W small. ولدينا نمط ثالث اللي هو الخليط راح ينطينا حزمتين، حزمة مماثلة للW capital وحزمة أخرى مماثلة للW small دلالة على أنها بالتركيب الوراثي الخليط. طبعاً النسبة اللي راح نشوفها راح تكون 1:2:1 من ناحية التركيب الوراثي، أما كشكل مظهري فراح يكون 3:1، 3 ممتلئة 1 مجعدة، ولكن على مستوى الجزيئي راح نشوف واحدة تنطينا يعني ربع تنطينا حزمة واحدة للـ W capital W capital، واثنين كنسبة يعني نصف 50% ينطونا حزمتين دلالة على التركيب الوراثي الخليط، و 25% ربع من عدد راح تنطينا حزمة واحدة مماثلة للـ W small. بهذه الطريقة نقدر نكشف عن التركيب الوراثي رغم تشابه مظهري، رغم التشابه المظهري نقدر باستخدام التقنية الجزيئية أن نكشف عنها. أما في حالة بقائنا على الأساليب التقليدية فنحتاج للكشف ما بين الحالتين استخدام التضريب الاختباري تيست كروس بتضريب الفرد التركيب الوراثي المجهول مع التركيب الوراثي المتماثل المتنحي حتى نتعرف عليه هل هو متماثل سائد أو خليط. إذا نريد نرجع إلى الآلية اللي في حالة التضريب الاختباري وكان لدينا هذا التركيب الوراثي ما نعرفه هل هو متماثل سائد أو أن هذا التركيب الوراثي راح يكون خليط، فنعمل على تضريبه مع متماثل متنحي نشوف
هذا المتماثل المتنحي إذا أنطانا التركيب الأبناء طبعاً من جيل ناتج عن التضريب، إذا أنطونا كلهم نفس الشكل فدلالة على أن الصفة السائدة يكون متماثل سائد، يعني هنا W capital W capital، فمن ضربة W small W small راح ينطينا شكل واحد، وبالتالي يكونون كلهم بحزمة حزمتين في هذه الحالة، فنقول عليه هذا متماثل سائد. أما إذا كان خليط فبالحالة هذه راح ينطينا شكلين، شكل ينطينا حزمتين والشكل الآخر راح ينطينا حزمة واحدة اللي هي المجعدة. فإذا هنا ممكن استخدامه على المستوى الجزيئي مباشرة نكشف وجود الحزمتين، لأن لو كان هذا متماثل سائد كان انطانا حزمة واحدة ما ينطينا حزمتين، فنستغني عن التضريب الاختباري. أما إذا أريد على الشكل المظهري ففي هذه الحالة يعني لازم نضربها في الشكل المظهري المتنحي، فإذا ظهر لنا نتيجة التضريب شكلين مظهريين فمعناها أنه اللي ضربنا به المجهول هو خليط. أما إذا ظهر لنا شكل مظهري واحد اللي هو السائد فدلالة على أن الفرد المجهول كان متماثل سائد. إذن هنا نقدر نستخدم التقنيات الجزيئية للكشف عن المحتوى الوراثي، وأيضاً أيدنا هذا السلوك على المستوى الجزيئي قوانين مندل وبالذات قانون الانعزال segregation law.